ولاية أتيارت والتي تستفيد ب 4590 وحدة سكنية ضمن هذه العملية الكبرى لتوزيع السكنات، والتي نذكر وننوه أيضا بأن السيد رئيس الجمهورية قد أشرف على انطلاق هذه العملية الكبرى بتسليم أزيد ما يفوق عن ربع مليون وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن. من أتيارت مراد عبروس. مراد مرحبا، الأكيد بأنه أيضا الجو وتسليم هذه المقررات ومفاتيح الوحدات السكنية الجديدة بالنسبة لسكان ولاية أتيارت قد أطفت أجواء جميلة جدا. إليك مراد. شكرا، تحية طيبة لكم وتحية لجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري، ونحن نعيش وإياكم أجواء الاحتفالية الخاصة بعيدي الاستقلال والشباب وفرحة المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية على مستوى ولاية أتيارت التي شهدت تنظيم هذا الحفل الذي حضرته السلطات المحلية إلى جانب المستفيدين من مختلف الصيغ ومن عديد بلديات الولاية. وللحديث بالأرقام عن هذه الصيغ السكنية وتعدادها أسعد وأتشرف باستضافة مديرة السكن لولاية أتيارت السيدة نبيلة مختيش لتطلعنا أكثر بتفاصيل حول هذه العملية وما تم توزيعه بولاية أتيارت في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه اللفتة بخصوص هذه الاحتفالية الوطنية والمجيدة والعزيزة على كل مواطن جزائري ومواطن أتيارتي بالخصوص. وتصادفت 5 جويلية 2024 وكباقي الولايات، وتحت إشراف السيد الوالي، وتتم توزيع برامج سكنية بمختلف الصيغ مست كل الصيغ العمومي الإيجاري للألبية التلقوي المدعم بصيغته الجديدة، العدل السكن بيع بالإيجار، وكذلك الصيغات التي تعرف تطور وتنمية في هذه الولاية اللي هو البناء الريفي، إعانة البناء الريفي، وكذا إعانة التجزئات الاجتماعية، حيث الجزء الكبير يتمثل في هذا البرنامجين. والإشارة أنه برنامج العمومي الإيجاري اليوم وزعت آخر حصة لآخر برنامج جاري إلى غاية 30 يونيو 2019، يعني على مستوى الولاية تم توزيع كل السكنات المبلغة إلى غاية 30 ديسمبر 2019، يعني بالإضافة إلى برامج 2021 2022 2023 2024، منها 200 مستلمة والباقي جارية، و2024 في الانطلاق. بالإضافة إلى صيغة العدل آخر حصة اليوم توزعت لصيغة الجزء الثاني عدل 2، ولاية أتيارت اليوم تستكمل برنامجها عدل 2 نهائيا، يعني البرنامج الحالي وسيم إشراف في الانطلاق وعدل 3، يعني كل البرامج المبلغة بصيغة عدل 2 من 2013 إلى غاية اليوم 94 سكن على مستوى بيت هو آخر حصة موزعة لفائدة المستفيدين. يعني الولاية، وهذا أنا أفتخر به شخصيا، لأنه استكمل البرنامج وسنشرح في تسجيل برنامج عدد 3 الذي ستنطلق بتسجيلات يوم 5 جويلية كما صرح السيد الوزير، بالإضافة إلى 2800 إعانة بناء ريفي، وخاصة أن الولاية استفادت من ديسمبر إلى فيفري، يعني أواخر سنة 2023 برنامج يضم 4000 إعانة، يعني هذه نبذة منها 2800 من هذا البرنامج، الباقي ما لا يبقى كثير، يعني سنوزعه لاحقا وتنتهي الحصة في انتظار حصة جديدة للولاية. بالإضافة للتخصيص الاجتماعية، برنامج هام على مستوى الولاية يضم 7103 إعانة، اليوم 1200 مقرر إعانة، بالإضافة إلى عقود الملكية. حنا نسقنا بين عقود الملكية، يعني المستفيد يدي عقد ملكية تاع لوتيرا بالإضافة إلى إعانة، يعني برنامج ما شاء الله وراه هيكل على المستوى والحمد لله. نعم، بإجازة سيدتي، منذ 2020 إلى يومنا هذا، ما هي الحصة الإجمالية بولاية أتيارت؟ وي حصة التوزيعات من سنة 2020 إلى غاية 5 جويلية، واللي هو جعلها 6 رواجوية اليوم، إلى هذا التاريخ عندنا 27111 وحدة سكنية بمختلف السياق، مست كل السياق، حصة العموم الإيجاري، الـ اس بي، حتى الـ اس بي آخر حصة
سلمنا هذيك النهار 8 سكنات، يعني رانا غير رانا هيكلوا في البرنامج الجديد عدد الاثنين اللي هو يضم 2770 وحده سكنيه انطلق في 2023 مارس 2022 واليوم اول حصه بدا الاستلام فيها، وسنكتمل هذه الطريقه بالاضافه الى البناء الريفي والتجزئات. نعم، شكرا لك سيدتي الفاضله السيده مديره السكن لولايه التيارة النبيله مختيش على كل هذه التفاصيل والارقام المتعلقه بواقع القطاع بولايه التيارة وكذلك التوزيعات الخاصه بالولايه عبر مختلف البلديات. واكيد المناسبات الوطنيه القادمه ستحمل معها فرحه اخرى لعدد من المستفيدين في مختلف السياق. نعم زميلي مراد عبرو، شكرا لك على كل هذه المعلومات ولضيفتك الكريمة المتعلقة بتوزيع هذه الحصة السكنية بولاية تيارة. إذا مشاهدينا الكرام متواصلون معكم لرصد هذه الأجواء وأيضا تقديم لكم آخر الإحصاءات المتعلقة بتوزيع الحصص السكنية عبر مختلف ولايات الوطن. أتحول بكم الآن إلى ولاية المسيلة. ولاية المسيلة والتي في انتظار